يعني احنا بنتكلم على منتخب مشرف بالمعنى الحرفي، مش مجرد تمثيله مشرف زي ما بيتقال على سبيل السخريه من بعض الفرق الاخرى، ولكن الحقيقه ادائهم مشرف، نتائجهم مشرفه، والكلام ده من قبل حتى مشاركتهم في اولمبياد طوكيو. وعايزين نعرف من حضرتك رؤيتك لمشاركه منتخب مصر في كره اليد في هذه الدوره الاولمبيه، وبعد كده هندخل معاك بقى في التفاصيل. هو هنتكلم ان احنا اصلا قبل الاولمبياد احنا عندنا منتخب الناشئين ومنتخب الشباب تالت عالم واول عالم، فاحنا دي سلسله متتاليه، ودي نتائج عمل الاتحادات، الاتحاد الموجود، اللجنه اللي موجوده والاتحاد اللي قبل كده. المنتخب بتاعنا دوت يعني ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي فاتت كلها عملها كويس وكان شكله كويس وفي تطور احنا شفناه في الاداء. يعني الناس اللي متابعه الناحيه الهجوميه بتاعتنا بقت متطوره، الناحيه الدفاعيه بقت احسن، عندنا المصري من احسن حائط صد في البطوله كلها، التصدي بتاعه في البلوك. ماتش المانيا طبعا ماتش ما هو سهل وماتش ما هو صعب، يعني فرقه المانيا احنا كخط خلفي احصائياتنا اعلى منهم، هم عندهم الخط الامامي، عندهم الوينج رايت بتاعهم طبعا من احسن وينجات رايت في اوروبا، وينج ليفت نفس الكلام، عندهم لعيبه الدايره الاثنين تقال، لكن عندهم الخط الخلفي احنا احسن منهم. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله يعني نعدي الماتش ده باذن الله ونبقى عملنا انجاز محسوب للاتحاد ومحسوب للبلد ان شاء الله.